في على مستوى محافظة سوهاج وكل الشخصيات القيادية والرياضية تحضر لنا من أقصاها إلى أدناها، وده رئيس الاتحاد ما يعبرناش ولا ما يجيش يعني بأي حال من الأحوال بأي وش حتى يجي قابلنا بعد كده يعني. هل ينفع؟ أنا بسألك أنت كابتن عوض، هل ينفع؟ يعني صح يعني إسلاميا ولا أدبيا ولا أخلاقيا ولا ذوقيا؟ حتى الرجل يبعث له فاكس مرة واثنين وثلاثة وكلمه مرة واثنين ولا يعتذر ولا يعبر ولا يحترم، ده كلام. احنا نأسف انه ده رئيس اتحاد كرة قدم. استاذ اسماعيل يعني كلمة أخيرة يعني جملة بسيطة رسالة اعتذار للأستاذ كمال علام. أنا راجل عضو مجلس محلي لمدة 4 دورات متتالية، مرشح شعبي في الدورة الأخيرة، تعلمت من السياسة إن كل يوم الشمس بتطلع حتى لو غابت بترجع تاني. أستاذ جمال علام لو قدر ليك مرة أخرى ترشح للانتخابات وقدر لنا أن على رأس الهيئات الشبابية في جرجة فصوت 3 أصوات بندر جرجة لن يكون لك بأي حال من الأحوال. احنا محروقين يا كابتن عصام، والله احنا محروقين فعلا يعني، واللي عمله كابتن جمال ده هو في احتفال، والله هو بيقلب نفسه مش بيقلب مين احنا، والله حضوره ما يشرفنا ولا حتى إن غاب عنا مش حيزودنا يعني. ده بس احنا عملية تقديرية لشخصه يعني، فهو ما قدرناش خلاص احنا بالتالي مش حنقدره.